العائلات النواتج ياك، غير كل واحد كيديروا له الكوفيسيون ديالو، هذا اس ا، هذا اس بي، وهذا اس سي، وهذا اس دي. هذا كيو ار شنو هو؟ كيو ار هو خارج التفاعل. لاحظ هذا نسبة تقدم التفاعل وهذا خارج التفاعل. غير إن واحد القضية جد مهمة، بارفو كيديرو هذا بوفرة وبوفرة وبوفرة، يعني ما كنحسبوش في هذا القيمة في هذا الكتاب. وإذا كان هنايا كانت هاد العناصر غير دائبة اللي ما كايناش دائما اللي بقات صلبة ولا سائلة، ما تنحسبوهاش في هاد المسألة هنا، وحتى في الجدول ما كنديوهاش عليها. مثلا كون كان هذا جسم صلب ما غنديرو هنا والو، غنكتبو بوفرة. كان هذا سائل غنديرو بوفرة هنا بوفرة، باش ما نحسبوش في هاد القاعدة، ما يبانش عندنا. مثلا كون كان هذا سائل، هذا ما كيكونش هاد المعدل، هاد خارج التفاعل كتكون فيه غير هادي الأس، هذا ما كاينش، وهذا كاين وهذا كاين. يعني حنا كنستعملو هاد القاعدة إلا كانوا هادو دائبين داخل المحلول. كتكون اش قلنا؟ ستكون هادي هاد العناصر أ بي سي دي دائبة داخل المحلول. حالتها إلا كانت هكذا دائبة، إلا ما كانش اللي ما كانش ما تكتبوهاش. واضح؟ واخا الو، غادي ندوزو واحد العلاقة أخرى. نيت هاد كيو، هاد كيو، هاد الكتابة هادي، بارفوا فاش كتكون كيو إر كتساوي كيو إر إيكيليبر عند التوازن، هادي عند توازن سميتو المجموعة، المجموعة، حيت كتكون صافي بحال هنا فاش توازنات. هاد كيو كتولي كيو إيكيليبر، ولكن قبل ما توازن هنا في هذه الحالة كناخدو خارج التفاعل. ونزيد لكم واحدة أخرى، هاد كا أ بوتيت ولكن في إيكيليبر عند التوازن، و بي إيكيليبر عند التوازن، هنا بي و س بي على سي أوس سي إيكيليبر، و دي أوس دي إيكيليبر. هادي فاش كيكون التوازن، حديث التوازن، هادي كتسمى ثابتات التوازن. صافي لاحظوا كو إر يلاه في هاد الحالة مازال ما حدثش التوازن، ملي كيحدث التوازن هاد كو إر كتولي هنا عند التوازن مجموعة، وهذه هي اللي تاد كيو ار، هي كا ثابتة التوازن. هاد ثابتة مرتبطة باش بلا تومبيغاتيو، يعني إلا تغيرت درجة الحرارة كتغير كا مع هذا، ها مع هذا هاد الحالة كتكون ثابتة، دونك كتغير غير مع درجة الحرارة. واخا دونك غندوزو لعلاقات أخرين. خصنا نعرفو اشنو المعنى ديالها. هكذا باش كتبت قبيله أ هكا، شنو هي المعنى ديالها؟ مثلا بصفة عامة، حيت كنكتبو إكس هكذا، شنو هي المعنى ديالها؟ هاد إكس هكذا هو شنو هو؟ تركيز العنصر إكس. مثلا إكس التفاعل هنا كاين الكربون زائد الأكسجين زائد، يعني هاد العنصر إكس هذا التركيز. ما معنى التركيز ديال العنصر؟ وكمية المادة ديال العنصر على الحجم. غير الله يجازيكم بخير، هذا حجم المحلول، بمعنى هادو كلهم راه في وسط الحجم، كلهم واحد الحجم سميتو في، ماشي هادي في ديالها وهادي في ديالها وهادي في، يعني حجم المحلول في ديال المحلول. وهذه كمية المادة ان اكس اللي كتعرفوها هي ام الكتلة ديال هاد العنصر على الكتلة المولية ديالو، هادي هي كمية المادة. واضح؟ دونك ها
هذيك كان اللي كنت كنكتب انا وداك كي فاش كنت كندير هذه باينه معقوفتين ياك راه التركيز ديال هذاك العنصر. ولكن اللي جد مهم عقلوا هذا الحجم راه ديال كلش. بحال مثلا الا كتبت التركيز ديال هذا غادي نكتب هو ان اي بحال دابا شوفوا ا غادي ندير ان اي ا هذه في الانطلاقه على في و بي مثلا هو ان اي بي علاش على في هذا الحجم وهذا الحجم بحال بحال واضح دونك جي فاس سوسي هنا عرفنا التركيز شي خطرات كنسميوه سي ديال اكس يعني تركيز المادة ولا العنصر إكس صافي بون يرد عليكم كملوا ردوا غير هاد الشيء ردوا لي البال هاد الشيء اللي كنديرو راه عامة هاد الشيء اللي كنديرو دابا في هاد الدرس راه غادي نطبقوه على جميع الدروس الكيمياء اللي عندنا تركيز تركيز إلا مازال ما قلتش واش أكسدة واختزال واش حمض قاعدي واش داكور دونك هذا بصفة عامة ضبطوه وقراو وعاودوا قراوه الله يجازيكم بخير وجلسوا تثبتوا تمعنوا فيه مزيان في الدرس راه إلا فهمتوا الدرس مزيان هذا الدرس غنلاحظوا في التمارين ها وفي زوطر بارتي غادي يجي داكشي غادي يسهل علينا ألو غادي ندوز دابا لواحد المفهوم آخر ألو نكملوا في هذوك العلاقات بعدا مازال عندنا دوك العلاقات غادي ندوزو هذوك العلاقات عندنا عاود علاقة أخرى أروخ عندنا نصف هاد سميتو هاد نصف تفاعل نصف تفاعل شنو هو نصف التفاعل يعني حنا بدينا هاد العنصر كيتفاعل فوقاش النص ديال واحد في هاد الجوج يمشي نصف التفاعل نصف التفاعل هو غادي نقولوا هو كميه الماده هاد اكس اللي غادي نلقاو هنا في واحد الوقت اللي هو تي واحد على جوج كيساوي اش اكس فينال على اثنان هذيك اكس فينال هي هاد النهائيه هذا هو نصف التفاعل علاش بغينا هاد نصف التفاعل هاد المده تي واحد على جوج ديال نصف تفاعل يعني هاد المده كتعطينا فكره على هاد التفاعل واش بطيء والسريع يعني واش هنا كتعطينا الى محدو تيكون صغير هذا اش كيكون محد تي واحد كيكون يمكن التقييم مده الزمنيه لانتهاء التحول كلما كان التركيز مهم كلما كانت هاد سرعة التفاعل أكبر كلما كانت بون هنا درجة الحرارة حنا ما عليناش غير هاد المدة الزمنية تمكن من تقييم المدة فاش غادي نوز دابا إلا عرفنا المدة ديال النص ديال المتفاعلات مشاو كيمكننا نتنبؤو فوقاش غادي يسالي التفاعل بصفة نهائية واضح دونك هذا من جهة أخرى ندوزو لعلاقة أخرى هنا غنردو البال هاد التفاعل الى زدنا التركيز ديال هادو كنسرعو في التفاعل زدنا درجة الحرارة كنسرعو في التفاعل حنا غادي نشوفوه بطريقة اخرى اروح بالنسبة للغازات الى كان عندنا غازات تفاعل فيه بعض عندنا غازات مثلا هاد الغاز هذا ولا هذا ولا هذا كان عندنا حالات ديال فاش عندنا الغازات عندنا علاقة أخرى عندنا العلاقة إكس تي شوف حيت كنقول إكس تي راه هي اللي أنا كنهضر غادي عند اللحظة تي واحد تي معينة وهنا عند توازن صافي دونك هادو هما العلاقات في تي إكس تي على إكس ماكس ولا اكس فينال ها ولا اكس ايكيليبر داكور اكس فينال ولا اكس ايكيليبر حنا غنديروها اكس فينال نهائيه هذه هي بي الا كان الغاز كتكون عندنا الغازات كتكون عندنا لا بريسيون
دلتا بي، تغير دلتا بي على دلتا بي ماكس. C'est ça? Voilà. بحيث دلتا بي ماكس شنو هي؟ هي بي ماكس موان بي اتموسفيريك ديال الاتموسفير. داكور؟ اتموسفيريك يعني ديال الهواء. فاش كنخدمو هنا مثلا هاد الغاز هذا عنده واحد الضغط معين، ولكن راه كاين الهواء مع كاين الاكسجين وكاين الازوت. هي لا بريسيون ديال الماء وهادي لا بريسيون ديال الغاز. دونك هادي علاقة أخرى. غنشوف هادشي في التمارين غير كنعطيهم يعني باش يمكننا نعرفوا. وعندنا العلاقة بي في كتساوي ان ار تي. كتعرفوا هاد العلاقة هادي تذكروها شنو هي؟ بي في كتساوي ان ار تي سي كوا؟ هي معادلات، هادي معادلات الحالات ليكواسيون ديتا، حالة الغازية نادرة كامل النادر الكاملة، معادلات الحالة الغازية الكاملة ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي. دونك هادو علاقات. غادي نزيدو مازال عندنا علاقات اخرى، هنا المواصلة علاقة اخرى. المواصلة علاش بغينا نهضرو على المواصلة هنا في نظركم؟ ها المواصلة، المواصلة فوقاش كنهضرو عليها؟ الموصلة ياك، الموصلة ولا المواصلة؟ الموصلة، الموصلة ياك. الموصي بون جو ميكسكوز العربية شوية، ها الموصلة لا كونديكتيفيتي دونك لا كونديكتيفيتي اللي كنت كنديرو لها سيغما راكم درتوها في جهة مشترك. غادي نذكروها باش ما نمشيوش. غادي ناخدو واحد الميتال ام اكس، ام واحد الميتال ام اكس. فاش غادي تفكك غادي يعطينا ام بلس اك يعني فيه الماء زائد اكس موان اك. داكور جوج ديال الايونات. الوغ سيغما ديال هادو، سيغما عندها علاقة بالموصلة ديال لاندا ديال اش ديال ام بلس اللي كتعطى لكم فاش في التركيز ديالو، في التركيز ام اك بلس بلس لاندا ديال اكس موان اك فوا اكس موان تركيز اكو تركيز. دونك هذه العلاقه ديال الموصلة يعني اللي شفتو في لا كونديكتيفيتي، وهذه سي لا كوندكتونس اللاندا ديال كل ديال هاد الايون، يعني كيفاش كي مرر التيار خاص به. داكور؟ دونك هاد سيغما في واحد لانستون تي يعني في هاد اللحظه هادي سيغ سيغما فينال ولا ماكسيمال دو لا فينال شنو هي؟ هي اكس، هاد الاكس اللي درتو هنا دو تي سور اكس فينال. فوالا دونك فوالا انا علاقه اخرى. علاش تخدينا الموصله هنايا؟ لان قدر يكون ايونات هنا موجبه وسالبه، وباش نتبعو التحولات ديال هاد التفاعل نقدرو نخدمو بالموصله ديالو. دونك الى عرفنا في واحد اللحظه هاد الموصله ديال هذا كنعرفو هذا ديال هاد العناصر الى حسبناها، دونك هذه غتكون معروفه وفي الفينال غتكون معروفة. دونك غادي نبقاو نحاولو بهادو نبداو نعرفو التقدم ديال التفاعل من خلال هاد العلاقة. واضح هادشي غنشوفوه في التمارين. دونك شفنا الموصلة، شفنا سميتو نصف التفاعل، بقى لنا السرعة، سرعة التفاعل ولا سرعة التقدم. ها السرعة، السرعة
انا كنظن غادي نمشي من واحد الكراف واحد الميبيان تجريبي. هاد الميبيان رسمنا منه من خلاله هنا الزمن المده الزمنيه، وهنا كناخذوا شحال ديال الانتاج هاد الاكس سيبو لي هاد الاكس هادي كميات اش الماده. هاد كميات الماده اكس، هنا كميات الماده، هنا مول او مول اه شحال عدد المولات اكس كميات الماده مول. وهنا تي غادي نبداو عندنا واحد التجربه في تي كي كالا زيرو كنقلعو مازال ما تنتجش لنا والو. هنا هي صفر، ها هي صفر، ها هي هادي ياك. وغادي نبداو ندرسو بالتدريج كل نقطة طططط. المهم عطانا واحد لو كغاف بحال هكا شي شوية باش نزيدو نبينو كاع من الأحسن. مشا هكا 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 شي شوية استقر. هذا هو اللي عندنا به العرض. دونك حنا إلا جينا لهاد الكراف هاد الميبيان ولا هاد المنحنى ودرنا هادي شنو هنا يعني هاد هو شكون اللي كيدير كيتزاد هذاك الإكس كيتزاد 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 حتى وصلنا هنا فينا هو اكس ماكس اقصى قيمه. واخا انا جيت لواحد لو طون هنا واحد لا دات تي وبغيت نعرف السرعه هنا واش كندير كنرسم بعدا اولا كنرسم اش المماس هاد المستقيم. بونجور اكسكوز سي بازان très difficile à le faire direct. Voilà. Voilà, si vous voulez, non. Même masse. في هذه اللحظة كان هنا المماس هذا مماس عند اللحظة تي عند اللحظة مماس هنايا للميبيان عند اللحظة تي. حيت كنرسم هاد الميبيان اش كندير؟ كناخذ واحد النقطة هنا من هاد المستقيم واحد النقطة بي واحد النقطة ا ياك. هذا عندو اكس بي، هاد بي عندو اكس بي، بي عندها اكس بي سي سا، وهادي عندها اكس ا. بون باش منخلطوش بين هاد لا تمشيو تشوفو تقولو هنا راه المتفاعلات، انا غادي ناخد جوج النقاط هنا او واحد النقطة او هنا واحد النقطة اف هنا. لاحظوا الا خديت هادي هي عندها الا درت لها الاسقاط غادي نلقى اكس او وهنا اكس اف. لاحظوا الا خديت اكس او موان اكس اف سور تي او موان بون جو ميكسكوز هنا تي او هنا تي اف داكوغ هنا تي اف هنا بون بعدت بزاف انا اكسكوز انا ناخدها غير هنا غادي ناخد هذا نخلص ديال الماكسيموم نحيدو كاع حنا ما عندنا غنديرو هنا أوي هنا تي أو هاهو البوان أو هو هنا دونك هنا إكس أو وهنا إكس إف سي سا هنا تي أو وهنا تي إف دونك هادي إلا خديتها بحال بحال شي صورة هاكا نحسبو داكوغ دونك شي شنو هي هادي هي دي دو إكس سو دي تي دي دو اكس لا فارياسيون ديال هذا سو دي تي ياك. ولكن الا زدنا قسمناها هذه قسمناها
الحجم ديال المحلول، الحجم ديالو يعني واحد على في، ودرنا هنا واحد على في قسمناه، هذا في حجم المحلول. هذه القاومة يسمى بالسرعة الحجمية اللي هي ان سور في دي دو اي دي دو اكس ولا دي دو ان دي دو اكس سي فو فولي سور دي تي. هذا هو، هذه هي، هاد في السرعة الحجمية. صحيح. هذه الوحدات ديالها هي مول بار متر كوب موان زان، هي بار تي سكوند موان زان. دونك ها واحد المفهوم عندنا جديد هنا، هو اش؟ هو السرعة الحجمية. غادي نناقشو هاد المسائل ديالنا هنا. دونك هاد السرعة الحجمية اللي ملاحظ انها كلما زدنا في التركيز ديال هاد المتفاعلات كلما قوات السرعة، ولا كلما زدنا درجة الحرارة ديال هاد المحلول رفعنا درجة الحرارة، السرعة الحجمية كتزاد. إذا هاد جوج ديال المؤثرات على تغير هاد الحرارة، هاد التفاعل. إذا حتى لهنا أنا ما أظن عطيت كل ما فيه الكفاية هنا. الله يجازيكم بخير، غادي تقراو وتعاودوا تقراو، ولا بروشيونس لا بروشين سيونس غادي نديكم لي زيكزارسيس، غادي نديرهم تحت من الكور يعني في الكومونتير ديال هذا الفيديو، وفي التمارين في التخرج.